السلام عليكم. إذا مرحبا بكم في التمرين رقم 6 من درس معادلة مستقيم. التمرين يقول: المستوى منسوب إلى معلم متعامل ومنظم أو إس جي، نعتبر النقطتين إذا أ و بي. السؤال 1: حدد المعادلة المختصرة للمستقيم أ بي. السؤال الثاني تكون أ الإحداثيات ديالها 3 أ ناقص 1 نقطة و أ عدد حقيقي. احسب قيمة العدد أ بحيث يكون لدينا أ تنتمي إلى المستقيم أ بي. إذن السؤال الأول، نبدأ بتحديد المعادلة المختصرة للمستقيم AB. إذن لدينا أول خطوة تنقارن الأفصول ديال A مع الأفصول ديال B. إذن الأفصول ديال A جوج، الأفصول ديال B ناقص 3. إذن لدينا XA تخالف XB. إذن معادلة AB تكتب على شكل y تساوي mx زائد b. m هو الميل أو المعامل الموجه، b الأرسوب عند الأصل. إذا الميل يساوي ماذا؟ الفرق ديال الأفصول الأرسوبين على الفرق ديال الأفصولين. إذا هو x a ناقص x b على أو y a ناقص y b على x a ناقص x b. إذن إغريك أ أرتوب ناقص 1 و إغريك بي 3 على إكس أ اللي هو 2 ناقص إكس بي اللي هو ناقص 3. إذن ناقص ناقص 3. إذن ناقص 1 ناقص 3 هي ناقص 4، 2 ناقص ناقص هي 2 زائد 3 تساوي 5. إذن معادلة المستقيم أ بي تصبح على هذا الشكل، أ بي نقطتان. إذن كنديرو إغريك، كنعوضو ام بالقيمة ديالها اللي هي ناقص 4 على 5 اكس زائد ب. اذا كيبقى لنا القاو ب اللي هو الارتوب عند الاصل. اذا لدينا، اذا كناخدو اما ا او ب، اذا لدينا ا تنتمي الى المستقيم ا ب، اي ان ا تحقق المعادلة، اي ان ايغريك ا تساوي ناقص 4 على 3 او 4 على 5 اكس ا زائد ب. إذن أي، إذن كنعوضو إكريك أ اللي هي ناقص 1 تساوي ناقص 4 على 5 في إكس أ اللي هي 2 زائد ب. إذن ناقص 1 تساوي، إذن ناقص 4 على 5 في 2 هي ناقص 8 على 5 زائد ب. إذا ناقص 8 على 5 كنديوها للطرف اللي فيه ناقص 1، كيرجع عندنا بي تساوي 8 على 5 ناقص 1. أي عدد كان في طرف معادلة وديته للطرف الثاني، أو أي حد ديته من طرف لطرف، كندير يعني كنحيد الحد ونوضع المقابل ديالو، يعني كتغير له الإشارة. إذا هنا غنوحدو المقامات، مقام 1 هو 5. إذا 8 على 5 ناقص 5 على 5. إذن 8 ناقص 5 هي 3 على 5، أي ب تساوي 3 على 5. إذن المعادلة ديال المستقيم AB هي Y تساوي ناقص 4 على 5 X زائد 3 على 5. إذن هذه هي المعادلة ديال المستقيم AB. الآن نمرو للسؤال المهم. السؤال الموالي عطينا واحد النقطة الأفصول ديالها الأفصول ديالها 3 أ والأرتوب ناقص 1. هاد النقطة أ تنتمي إلى المستقيم أ. السؤال حدد قيمة العدد أ بحيث أ تنتمي إلى المستقيم أ. إذا ما معنى أ تنتمي إلى المستقيم أ؟ إذا لدينا أ تنتمي إلى المستقيم أ، يعني أن إحداثيات أ تحقق المعادلة. إذا إحنا المعادلة لقيناها هي هذه، إذا Y تساوي ناقص 4 على 5 X زائد 3 على 5. إذا قلنا أ إحداثيات أ تحقق المعادلة، يعني هنا Y أ وهنا X أ. إذا كنعوض Y أ و X أ بقيم ديالهم، إذا Y أ
هي ناقص واحد. إذن ناقص واحد تساوي ناقص ربع الخمسة، و إكس أو تساوي ثلاثة أ. إذن ثلاثة أ ولا ثلاثة في أ بحال بحال. إذن ثلاثة أ زائد ثلاثة على خمسة. إذن لقيت معادلة غادي نحسب العدد أ بكل سهولة. إذن ناقص واحد ناقص ربع على خمسة في ثلاثة أ هي ناقص 12 على خمسة أ زائد ثلاثة على خمسة. إذن ثلاثة على خمسة كنديه للطرف الأول، إذن كيرجع عندنا ناقص 12 على خمسة تساوي ماذا؟ تساوي ناقص واحد ناقص ثلاثة على خمسة. إذن ناقص واحد ناقص ثلاثة على خمسة هي ناقص خمسة على خمسة، إذن كنوحدو المقامات ناقص ثلاثة على خمسة. إذن كيرجع ناقص 8 على خمسة. إذن هنا ناقص 12 على خمسة أ. إذن المعادلة كترجع على هذا الشكل، هذا ناقص 12 على خمسة أ تساوي ناقص 8 على خمسة. حنا كنقلبو على أ، إذن أ عندنا ناقص 12 على خمسة. إلا ديتو للطرف الثاني هنا عندنا جداء، إذا ملي كنديه للطرف الثاني كنضرب في المقلوب ديالو. ملي كيكون جداء دائما كنضرب في مقلوب العدد. إذا ناقص 12 على خمسة المقلوب ديال ناقص 12 على خمسة هي خمسة على هي ناقص خمسة على 12. إذا ناقص 8 على خمسة مضروبة في ناقص خمسة على 12. إذا كنختزلو بالعدد خمسة، ناقص وناقص كيولي هو زائد، إذا كيبقى لنا 8 على 12. إذا الإمكانية الاختزال بالعدد أربعة، إذا نقسمو البسط والمقام على نفس العدد اللي هو أربعة، إذا 8 على 4 تبقى لنا جوج، و 12 على 4 تبقى العدد 3. إذا أ تساوي جوج على 3، وبالتالي الإحداثيات ديال أ راه هي ثلاثة في جوج على ثلاثة ناقص واحد. إذن ثلاثة في جوج على ثلاثة هي جوج ناقص واحد. إذن هنا يمكن لي نتحقق من صحة النتيجة بتعويض إحداثيات أ في المعادلة. إلا تحققت المعادلة فراه العدد اللي لقينا صحيح، إلا ما تحققش فراه كيكون ارتكبت شي خطأ، وبالتالي خصني نعاود العملية ديالي نشوف فين كاين الخطأ.